مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة من الإمارات. وفي أبرز العناوين، رئيس الدولة: نتضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. بعد مباركة واعتماد رئيس الدولة محمد بن راشد، يعلن عن تشكيل وزاري جديد في الإمارات. بعد تكليفه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، حمدان بن محمد يجدد العهد بمواصلة السير على نهج زايد وراشد لتبقى راية الاتحاد خفاقة. محمد الشرقي: نسأل الله أن يوفق حمدان بن محمد وعبد الله بن زايد لما فيه خير ورفعة دولتنا. الإمارات تدين حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وادي الوريعة بالفجيرة أكبر محمية جبلية في الإمارات. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن تضامنه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس: نتضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبعد مباركته واعتماده استمرارا للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات عن تشكيل وزاري جديد في الدولة. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: الأخوة والأخوات، بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، وبعد مباركته واعتماده واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات، نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات. كما أعلن سموه اليوم ضمن التعديلات الحكومية تعيين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية، وإعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم. كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تعيين عبد الرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأحمد بلهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة، بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء. وأعلن سموه اليوم أيضاً ضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية تعيين علياء عبد الله المزروعي وزير الدولة لريادة الأعمال. وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سارة المسلم على جهودها خلال الفترة الماضية، متمنيين لها دوام التوفيق في خدمة وطنها. أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على ثقة الغالية والتكليف، مجددا العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمواصلة السير على نهج زايد وراشد لتبقى راية الاتحاد خفاقة. وقال سموه على حسابه في منصة إكس: نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على هذه الثقة الغالية والتكليف، ونجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمواصلة السير على نهج زايد وراشد لتبقى راية الاتحاد خفاقة، وأن نعمل بروح الفريق الواحد من أجل صون مكتسباتنا التنموية وبناء مستقبل أفضل لدولتنا وشعبنا، ونسأل الله التوفيق والسداد. بارك سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله لأخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، كما بارك سموه لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه وزيرا للخارجية. وقال سموه عبر خاصية الستوري على حسابه على انستغرام: أبارك لأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، داعين الله أن يوفقه في مسؤولياته الجديدة ويسدد خطاه لما فيه خير الوطن ونهضته. وأبارك لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه وزيرا للخارجية، سائلين الله لسموه سداد الأمر والتوفيق في مسيرة النماء والبناء وخدمة الوطن. أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي. وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن أمله بالتوفيق لأعضاء مجلس الإدارة الجدد في مهامهم الإنسانية القادمة، وتقدم سموه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الهيئة المنتهية فترتهم، مشيدا بدورهم في ترقية وتطوير مسيرة الهلال الأحمر الإماراتي حتى أصبح رائدا في مجالات العمل الإنساني والتنموية محليا وإقليميا ودوليا. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية. ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل. أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة. وعبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة، كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل. كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق
ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. تؤكد القيادة العامة لشرطة الفجيرة على التميز والريادة في الأداء الشرطي الهادف لخدمة المجتمع من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية تعزز أواصر التلاحم الوطني وتناغم شرائحه، حيث نجد برنامج التدريب الصيفي لطلبة وطالبات المدارس أجيال الشرطة قد أكمل عامه 19 للطلاب والخامس للطالبات بخطى ثابتة نحو المستقبل المشرق. تؤكد القيادة العامة لشرطة الفجيرة على التميز والريادة في الأداء الشرطي الهادف لخدمة المجتمع من خلال إطلاق مبادرة مجتمعية تعزز أواصر التلاحم الوطني وتناغم شرائحه، حيث نجد برنامج التدريب الصيفي لطلبة وطالبات المدارس أجيال الشرطة قد أكمل عامه 19 للطلاب والخامس للطالبات بخطى ثابتة نحو المستقبل المشرق. يستهدف برنامج أجيال الشرطة الفئة العمرية من 13 إلى 15 عاما للمرحلة 7، 8 و9 للطلاب، ومن الطالبات الفئة العمرية من 12 إلى 14 للطالبات من الصف 6، 7، 8. ويسعى البرنامج إلى غرس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن من خلال برنامج متكامل علميا وتدريبيا وتوعويا لخلق جيل واع بالمتغيرات التي حوله. أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة منذ عام 2003 الدورة الأولى للتدريب الصيفي لطلبة المدارس المرحلة 2 من الفئة المستهدفة الصف 7، 8، 9، وقد بلغ عدد الملتحقين بالبرامج منذ نشأتها بعدد إجمالي 3512 طالبا. وفي هذا العام 2024 للدورة 19 بلغ عدد المسجلين للالتحاق ببرنامج أجيال الشرطة عدد 358 طالبا. وفي عام 2017 أطلقت الدورة الأولى للتدريب الصيفي لطالبات المدارس والتي استهدفت المرحلة 6، 7، 8، وقد بلغ عدد الملتحقات بالبرنامج منذ الانطلاقة الأولى بمجموع كلي لعدد 1038 طالبا. وللدورة الخامسة لهذا العام 2024 بلغ عدد المسجلات للالتحاق في برنامج أجيال الشرطة عدد 259 طالبا. البرنامج الأكاديمي تعتبر المواد الأكاديمية ركيزة أساسية من ركائز برنامج أجيال الشرطة، حيث يتم ترسيخ المعلومات من خلال تطبيقات تدريبية وتعليمية هادفة ينفذها نخبة من المحاضرين والمؤهلين. كما يتلقى طلبة أجيال الشرطة مجموعة من المواد الأكاديمية بطريقة حديثة مدعمة بأفلام مرئية تضمن تحقيق الاستفادة، وهي مادة الشخصية الناجحة وتشمل الحقيبة الإلكترونية على الأخلاق الحميدة، مهارات حياتية وبناء الذات، مادة الوعي الوطني وتحتوي الحقيبة الإلكترونية على السلامة المرورية، الخدمة الوطنية، حب الوطن والمعالم التاريخية والسياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مادة الوقاية من الجريمة وتحتوي الحقيبة الإلكترونية على جرائم الأحداث، الإنترنت، أضرار المخدرات والتدخين والجرائم الإلكترونية، مادة التربية الإسلامية وتحتوي على التسامح. ويشمل البرنامج على ورش تثقيفية كالذكاء الاصطناعي والسعادة. المحتوى التدريبي يشمل التدريب على المنشأة العسكرية، التدريب على فك وتركيب السلاح، الفنون القتالية، الدفاع عن النفس والرماية. التدريب العملي يشمل تنفيذ زيارات متنوعة لوحدة كلاب الأثر، غرفة عمليات القيادة، مهام وواجبات الدفاع المدني، مسرح الجريمة، معهد تدريب السياقة، غرفة العمليات. في هذا العام 2024 تم الإعداد والتنظيم لدورة أجيال الشرطة وفق مخطط زمني واضح وأهداف استراتيجية مدروسة، وتعتمد القيادة العامة لشرطة الفجيرة فيها على تطوير ما كان في الدورات السابقة، الأخذ بالمقترحات المعطاة في نهاية كل دورة، إشراك جهات خارجية في الإعداد والتنظيم كشركاء للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وهي مواصلة الإمارات،
نادي الفجيرة للرماية والفروسية، مجمع زايد الرياضية، مجمع زايد التعليمية، مدينة محمد بن زايد، الرعاية الصحية الأولية الفجيرة. وقع حادث تصادم بين شاحنتين وصهريج مجاري نتج عنه احتراق الشاحنتين بسبب قطع إحداهما الإشارة الضوئية، مما أدى إلى وفاة أحد السائقين وإصابة السائق الآخر بإصابات متوسطة، نقل على إثرها إلى المستشفى. وأكدت شرطة الفجيرة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة وتمت الإحالة إلى الجهة المختصة. تقع محمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة وتضم 20 نوعاً من الثدييات و114 نوعاً من الطيور من 475 نوعاً من الطيور في الدولة. في أحضان إمارة الفجيرة تقع محمية وادي الوريعة، والتي تحتوي على نظام دائم ومتكامل للمياه العذبة، وتعتبر موطناً للشلال الدائم الطبيعي الوحيد في الدولة، وموئلاً هاماً لعدد كبير من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. تغطي محمية وادي الوريعة الوطنية مساحة 220 كيلومتراً مربعاً، لذا تعد أول وأكبر محمية جبلية تدير هيئة البيئة بالفجيرة. كما تم تسجيل المحمية تحت مظلة اليونسكو لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي عام 2018، نظراً لأهمية المحمية ودورها الفاعل في إبراز مشاركة المجتمع المحلي في عملية حماية البيئة والحفاظ على الأنواع البرية. وتعتبر محمية وادي الوريعة نموذجاً رائعاً، حيث تضم أعداداً كبيرة من الثدييات والنباتات والأسماك والطيور والأفقاريات ذات الأنواع النادرة، فضلاً عن نبات الورع المنتشر بها والذي يعود اسم المحمية إليه، حيث تحتوي المحمية على تنوع بيولوجي هائل، وتعتبر موطناً لأكثر من 860 نوعاً مختلفاً، وتشمل 208 أنواع من النباتات. بعض هذه الأنواع يعتبر نادراً، وبعضها تم اكتشافه وتسجيله لأول مرة على مستوى العالم داخل المحمية. بحث معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع معالي يوشيتاكا شيندو وزير الدولة اليابانية للسياسة الاقتصادية والمالية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات واليابان في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران وريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار. وأكد معالي بن طوق خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة اليابانية الذي عقد أمس في ديوان الوزارة بدبي أن العلاقات الإماراتية اليابانية هي علاقات استراتيجية قوية في المجالات كافة، وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين، حيث شهدت تطوراً مستمراً في المجالات كافة على مدار العقود الخمسة الماضية. وقال معالي: حريصون على مواصلة تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية وبناء المزيد من الشراكات المثمرة والتي تخدم نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين. نجحت شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تديرها هيئة البيئة أبوظبي في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي من خلال صونها للتنوع البيولوجي المميز لإمارة أبوظبي واستقرار حالة الموائل الهامة والأنواع المهددة، بالإضافة لتحسين حالة موائل القرم والمها العربي واستدامة موائل الكربون الأزرق التي تعمل على تخزين الكربون كأحد الحلول القائمة على الطبيعة للحد من تأثيرات تغير المناخ على المستوى المحلي والعالمي. شبكة زايد للمحميات الطبيعية تعكس احتفاء دولة الإمارات بإرث المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، رجل البيئة الأول، واليوم تجني ثمار غرس ورؤية ثاقبة جعلتها نموذجا عالميا فريدا في حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية. ثراء طبيعي يضم 20 محمية طبيعية موزعة بين 14 محمية برية وست محميات بحرية تحتضن الكثير من الحيوانات النادرة التي لم يتم تسجيلها لأكثر من 20 عاما، وأنواع سجلت لأول مرة لفصائل هامة في دورات الحياة والتوازن البيئي. ساهمت شبكة زايد للمحميات الطبيعية في تحقيق الاستقرار لعدد كبير من الكائنات وزيادة أعداد الطيور واستقرار البيئات الهامة ذات الغطاء النباتي الطبيعي.
فالمحميات البحرية في إمارة أبوظبي وتحديداً محميتي مروح والياسات البحرية تحتضن أكبر تجمع في العالم لأبقار البحر وأكبر قطيع من دلافين المحيط الهندي النادرة، فيما تعشش سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض والسلاحف الخضراء في منتزه السعديات البحري الوطني. وأكثر من 4500 طائر فلامينغو يعتبرون محمية الوثبة للأراضي الرطبة موطناً طبيعياً. أما أكبر عدد من المها العربي في العالم يتخذ من محمية المها العربي موطناً وملاذاً، وتعتبر محمية منتزه جبل حفيت الوطني موطناً حيوياً للطهر العربي والنخيل القزم النادر. ويعد انضمام محمية الوثبة ومحمية بوسيايف البحرية لقائمة رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية إنجازاً يضيء على دورهما الحيوي في الحفاظ على الموروث الطبيعي باعتبارهما موطناً للعديد من الأنواع المهمة من الطيور، خصوصاً للفلامينغو وغيرها من الأنواع المستوطنة والمهاجرة. وتشكل محمية مروح، وهي جزء من الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي وتضم مياهها أنواع الأحياء المائية والنباتية والحيوانية المختلفة، نموذجاً مثالياً للبيئة البحرية والساحلية بتنوعها البيولوجي الغني. أكثر من 21 موئلاً برياً وبحرياً يضم أفضل النظم البيئية وأهمها، ويعد ملاذات آمنة للكائنات المهددة بالانقراض من نباتات وحيوانات على المستويين المحلي والعالمي. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. طرق دبي تدشن التشغيل التجريبي لأول عبرة في العالم مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. أهلا بكم من جديد. أكد الدكتور مغير خميس الخيلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي يعكس المساعي التي يبذلها القطاع الاجتماعي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أقصى مستويات العيش الكريم للمواطنين. أكد الدكتور مغير خميس الخيلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي يعكس المساعي التي يبذلها القطاع الاجتماعي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أقصى مستويات العيش الكريم للمواطنين، انطلاقا من إيمانها بأهمية الأسرة بصفتها نواة المجتمع المتماسك والحاضن لأفراده. وقال إن أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة يدعم رحلة بناء الأسرة ونموها واستقرارها، إذ يأتي تماشيا مع أهداف مبادرة مديمة التي تدعم أبناء الوطن على بدء حياة زوجية سعيدة وتكوين الأسرة المستقرة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدائرة لاستعراض مستجدات تنفيذ مبادرات البرنامج، وأكد حمد الظاهري أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المنفذة للبرنامج بهدف ضمان إيصال الخدمات بكل كفاءة وفعالية. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على جاهزية الجهات لتنفيذ المبادرات وبدء استقبال الطلبات من الفئات المستهدفة من المواطنين في إمارة أبوظبي. ويتضمن البرنامج 6 مبادرات رئيسية تشمل مبادرة سلفة الزواج الميسر ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
ومبادرة خدمة السيارات المنزلية لدعم الآباء والأمهات الجدد، فضلا عن مبادرات تقدم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثا وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كل مولود إضافي في الأسرة ابتداء من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب تمديد فترة سداد القروض السكنية ابتداء من المولود الرابع حتى السادس ضمن معايير وشروط محددة. وسيتم تنفيذ برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية على مدى 5 سنوات، سيتم خلالها تقييم الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان مساهمتها في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً. طرق دبي تدشن التشغيل التجريبي لأول عبرة في العالم مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. نتابع. دشنت هيئة الطرق والمواصلات التشغيل التجريبي لأول عبرة كهربائية في العالم مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع القطاع الخاص، وتتسع العبرة 20 راكبا، ورعي في تصميمها وتصنيعها الحفاظ على الهوية التراثية للعبرة. وتسهم هذه المبادرة في دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد وخفض زمن تصنيع العبرات بنسبة 90% وخفض تكلفة التصنيع بنسبة 30% وخفض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 30% ودعم استراتيجية الهيئة في الاستدامة البيئية لوسائل النقل البحرية. وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن التشغيل التجريبي للعبرة الكهربائية المصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومشروع تطوير محطات العبرات التراثية يأتي في إطار الخطط الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل البحرية التي تعد وسيلة نقل حيوية في إمارة دبي، ويشكل إضافة نوعية لقطاع النقل البحري في إمارة دبي، مشيرا إلى أن العبرة تنفرد بالعديد من الخصائص الفنية، فهي تضم أطول هيكل أحاديا مطبوعا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويبلغ طول العبرة 11 مترا وعرض 3.1 أمتار، وتعمل بنظام دفع كهربائي بمحركين بقوة 10 كيلووات مع بطاريات من نوع ليثيوم. وسيتم تشغيل العبرة في محطة شارع الشيخ زايد للنقل البحري على الخط TR6، وسيتم خلال التشغيل التجريبي مراقبة أداء العبرة ومقارنتها بالعبرات الحالية سعة 20 راكبا المصنعة من مادة الفايبر جلاس. وجرى تصنيع العبرة من قبل شركة السير مارين في أبوظبي بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، وهي شركة ميتسوبيشي اليابانية التي وفرت المواد المستخدمة في تصنيع وطباعة العبرة، وشركة سيمنس الألمانية التي أشرفت على برمجة ومعايرة الطابعة، فيما وردت شركة توركيدو الألمانية المحركات الكهربائية، كما أشرفت شركة تصنيف على التصنيع ومطابقته لمعايير السلامة. كابيتال انتليجنس تؤكد التصنيف القوي لاقتصاد الإمارات بنظرة مستقبلية مستقرة، وأخبار اقتصادية أخرى في تقريرنا الاقتصادي. أكدت كابيتال انتليجنس وكالة التصنيف الائتماني الدولية التصنيف السيادي طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية الدرهم لدولة الإمارات عند AA-، وثبتت في الوقت نفسه التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية والعملة المحلية على المدى القصير عند A1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقع تقرير الوكالة أفقا إيجابيا للغاية بخصوص الأداء الاقتصادي للإمارات في الأمدين القريب والمتوسط، وذلك بدعم من النشاط المحلي القوي وتنفيذ الإصلاحات الحكومية في إطار استراتيجية الإمارات للمستقبل. وترى كابيتال انتليجنس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 4.2% في عام 2024، ارتفاعا من 3.5% في 2023 مع توسع القطاعات غير النفطية بشكل سريع. ومن المتوقع أيضا أن يتوسع الناتج الحقيقي بمعدل 5.4% في المتوسط في الفترة بين 2025 و2026، ما يعكس جودة الأداء في القطاعات البعيدة عن النفط.
حققت مبيعات الكمبيوتر في الإمارات طفرة جديدة بعد نموها بنسبة 28.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 436 ألف وحدة تقدر قيمتها بنحو 1.26 مليار درهم، مقارنة بنحو 338 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب مؤسسة البيانات الدولية IDC المتخصصة في أبحاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فقد استحوذت أجهزة الكمبيوتر المحمول على 76.1% من إجمالي شحنات الأجهزة بالإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بعدد إجمالي يبلغ 331.700 وحدة تقدر قيمتها بأكثر من مليار درهم. استقبل دبي مول 57 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 52 مليون زائر في الفترة نفسها من العام الماضي، وتراوحت نسب نمو مبيعات التجزئة بين 8 و15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يذكر أن دبي مول حاز لقب أكثر الأماكن زيارة في العالم خلال 2023، حيث استقبل 105 ملايين زائر، مسجلا زيادة بنسبة 19% عن العام الذي سبقه. مشاهدينا الكرام، أخبار التكنولوجيا مع كريم، تفضل كريم. شكرا لك محمد. مباشرة أعزائي المشاهدين إلى أخبار التكنولوجيا. بعد محاولة الاغتيال، أعلن الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي التأييد الكامل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ودون ماسك: أؤيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل كامل وأتمنى الشفاء العاجل له، كما رأى في سياق متصل أنه يجب استقالة قائد جهاز الخدمة السرية. وكان ماسك قد تبرع لمجموعة تسمى أمريكا PIC تعمل على انتخاب الرئيس الأمريكي السابق حسب تقرير لبلومبيرغ. قررت شركة ميتا رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة. وكانت ميتا قد علقت حسابي ترامب إلى أجل غير مسمى في 6 يناير 2021، وأعادت بعد ذلك الحسابين في أوائل عام 2023، قائلة إنها ستراقب منشورات ترامب تحسباً لاكتشاف المزيد من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى تعليق آخر لمدة تتراوح بين شهر وعامين. أعلنت الصين إطلاق حملة إلكترونية ضد تطبيقات مشاركة الفيديو وشبكات التواصل الاجتماعي التي توزع محتوىً خطراً للأطفال. وأعلنت إدارة الفضاء الإلكترونية الصينية في بيان بدء برنامج يستمر شهرين يهدف إلى تعزيز حماية القُصّر على الإنترنت بشكل فعال وإيجاد بيئة رقمية أكثر صحة وأماناً. وقالت الهيئة التنظيمية أن ذلك سيشمل تصحيح المشكلات الرئيسية المرتبطة بمنصات مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والبث المباشر والشبكات الاجتماعية ومواقع المبيعات عبر الإنترنت وكتالوجات التطبيقات والأجهزة الذكية للأطفال وأجهزة الرقابة على التطبيقات الإلكترونية للقاصرين. تواصل منصة التواصل الاجتماعي إكس تطوير خاصية التصويت السلبية التي ستستخدمها لتحسين كيفية ترتيب الردود على المشاركات. ورغم أن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك لم تعلن رسميا خططها، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أنها والتي تم رصدها إلى أن خاصية التصويت السلبية يمكن أن تشبه فعلياً زر أغضبني بدلاً من رمز التصويت السلبية الموجود في مواقع التواصل ريديت. أعلنت منصة يوتيوب عن إضافة 5 خصائص جديدة إلى يوتيوب شورتس تتضمن إمكانية تحويل الفيديوهات الطويلة إلى صيغة قصيرة لبثها وأدوات تمكن المستخدمين من دمج المحتوى في فيديوهات أخرى. وتركز اثنتان من الخصائص على الصوت أو الحديث، فيما تسمح إحدى الخصائص بإنشاء تلقائيا للنصوص التوضيحية للفيديو.
ويمكن للمستخدمين تحريرها وضبطها بتغيير نوع الخط ولون النص. ختام التكنولوجيا، عودة إليك محمد. شكرا لك كريم. إذا مشاهدينا، النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. محاولة لاغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب في تجمع جماهيري بولاية بنسلفانيا. أهلا بكم من جديد. محاولة لاغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب في تجمع جماهيري بولاية بنسلفانيا. دوي لإطلاق النار قطع كلمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمعه الانتخابي بولاية بنسلفانيا. هي محاولة اغتيال تعرض لها ترامب، لم تقتله لكنها أدت إلى إصابته بجروح في أذنه، فيما قتل أحد الأشخاص الحاضرين وأصيب اثنان بجروح بالغة. ترامب الذي كان قد بدأ للتو بكلمته خلال التجمع الانتخابي الأخير قبل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلوكي الأسبوع المقبل، والذي من المقرر أن يتم خلاله تسميته بشكل رسمي مرشحا للحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر، شهد يضع يده على أذنه فيما كانت الدماء تسيل على أذنه وخده، وانحنى تحت المنصة فيما اندفع عناصر جهاز الخدمة السرية نحوه وأحاطوا به قبل إجلائه إلى مركبة مجاورة. ترامب سمع يقول على المذياع: دعوني أستعيد حذائي، بينما كان رجال الأمن يساعدونه على الوقوف، واستدار نحو الحشد ورفع قبضته مرارا ونطق بكلمات لم تفهم على الفور بصورة ستدخل التاريخ حتما. وقال فيما بعد: أصبت برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى. وسارع عناصر الأمن لمرافقة ترامب إلى سيارة رباعية الدفع، فيما رفع الرئيس السابق قبضته مجدداً. مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الذي بدأ التحقيق في إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال، حدد في بيان هوية مطلق النار على أنه توماس ماثيو كروكس يبلغ من العمر 20 عاما. إلى ذلك، كشف جهاز الخدمة السرية في بيان أن المشتبه به أطلق النار مرات عدة باتجاه المنصة من موقع مرتفع خارج التجمع قبل أن يقوم عناصر الجهاز بقتله. وبعدما أفاد عدة شهود عيان عن رؤية المسلح قبل إطلاق النار وأبلغوا السلطات بالأمر، قالت شرطة باتلر إنها استجابت لعدد من التقارير بشأن نشاط مشبوه من دون تقديم تفاصيل إضافية. وعلى منصة تروث سوشال كتب ترامب: من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا، أدركت على الفور أن ثمة خطبا ما، لأنني سمعت صوت أزيز وإطلاق نار وشعرت على الفور برصاصة تخترق جلدي. وأضاف: نزفت كثيرا وأدركت حينها ما كان يحدث. إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قطع إجازة عطلة نهاية الأسبوع في دارته في ولاية ديلاوير ليعود إلى واشنطن، تحدث مع ترامب في أول اتصال بينهما منذ المناظرات الأخيرة التي قدم فيها الرئيس الحالي أداء كارثيا. من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إدانة مصر للحادث الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب. وقال السيسي في منشور أوردته الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب. وأضاف: وإذ أؤكد إدانة مصر للحادث، أعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية. قتل عسكري سوري وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواقع العسكرية في محيط دمشق وأحد الأبنية السكنية في داخل المدينة. وقال الجيش الإسرائيلي الذي نادرا ما يعلن مسؤوليته عن ضربات في سوريا
إنه استهدف مركز قيادة عسكريا سوريا ومنشآت وأهداف لوحدة الدفاع الجوي تابعة للجيش السوري. وقال المصدر السوري إن العدوان انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من المواقع العسكرية السورية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفر سوسة بمدينة دمشق. ونبقى في سوريا، حيث ذكرت وزارة الخارجية السورية أمس أن أي مبادرة لتحسين العلاقات مع تركيا يجب أن تبنى على أسس واضحة، مشيرة إلى أن عودة العلاقات بين البلدين تعتمد على عودة الوضع الذي كان سائدا قبل عام 2011. وأضافت الوزارة في بيان تعليقا على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ترتيبات للقاء نظيره السوري بشار الأسد: سوريا تؤكد أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسس واضحة ضمانا للوصول إلى النتائج المرجوة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية. ونقلت الوكالة السورية عن بيان الخارجية قولها إن المبادرة التركية يجب أن تبنى على أسس في مقدمتها انسحاب القوات المتواجدة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدد أمن سوريا فقط بل أمن تركيا أيضاً. مشاهدينا الكرام، أخبار الرياضة مع كريم. شكرا لك محمد. مباشرة أعزائي المشاهدين إلى آخر الأخبار الرياضية. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضية، تستضيف دبي النسخة الأولى من بطولة بريمير بادل بي 1 دبي التي تنظمها جالوب جلوبال بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 3 إلى 10 من نوفمبر المقبل، وهي جزء من سلسلة بطولات تضم 25 جولة تتوزع على 18 دولة في 5 قارات، ويشارك في البطولة 256 لاعبا ولاعبة من أفضل اللاعبين في العالم يلعبون ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، ويتنافسون على جوائز قيمة تبلغ قيمتها الإجمالية 470 ألف يورو 1.89 مليون درهم. تختتم منافسات النسخة 17 من بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بنهائي من العيار الثقيل يجمع منتخبي إسبانيا وإنجلترا. وللمرة الثانية على التوالي يصل منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية، ويعقد الكثير من الآمال لإحراز أول لقب له في تاريخ هذه البطولة عند ملاقاته اليوم على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين منتخب إسبانيا المنظم والمليء بالمواهب الشابة. ويقوده مدير فني كفؤ هو لويس دي لافونتيني الذي لم يخسر أي مباراة طوال مشواره في هذه البطولة. أجرت مؤسسة أودوكسا استطلاعا للرأي جاء فيه أن 51% من مشجعي كرة القدم الذين استطلعت آراؤهم يأملون في رحيل ديدي ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بعد خسارة المنتخب في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 أمام منتخب إسبانيا، إذ أن الخروج من البطولة أصابهم بالغضب الشديد، وترتفع هذه النسبة بمقدار 26 نقطة عن الاستطلاع الذي أجري في يوليو 2021. إلى كوبا أمريكا 2024 والتي وصلت لمحطتها الأخيرة، حيث يستعد منتخب الأرجنتين غدا للقاء نظيره الكولومبي على ملعب هارد روك في ميامي. ويطمح المنتخب الأرجنتيني بالتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي و16 في تاريخه من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة. في المقابل فازت كولومبيا بلقب البطولة مرة واحدة عام 2001، هذا وكان دي ماريا صاحب 36 عاما أعلن في نوفمبر الماضي اعتزاله اللعب دوليا عقب ختام بطولة كوبا أمريكا 2024
بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 15 عاماً مع منتخب الأرجنتين. ختام الرياضة، عودة إليك محمد. شكرا لك كريم. إذن مشاهدين الكرام، صفحة أخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير. تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مصري متجه إلى الكويت حاول تهريب 1,253,000 جنيه داخل وجبات شاورما. وفي التفاصيل أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 615 والمتجهة إلى الكويت، اشتبهت سلطات المطار في راكب مصري يعمل بوظيفة حساسة، وأثناء تفتيش حقائبه عثرت سلطات المطار على مبلغ مالي قدره 1,253,000 جنيه أخفاها داخل وجبات شاورما لتضليل رجال الأمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب. تلقت شركة بريتش دايفرز مارين لايف ريسكيو المعنية بالحياة البحرية في اسكتلندا تقريرا عن جنوح جماعي لما يصل إلى 100 حوت طيار طويل الزعانف في جزيرة سانديل الاسكتلندية. ومن بين 77 حوتا على الشاطئ تم الإبلاغ عن نجاة 12 فقط بعد تعبئة الأطباء في جميع أنحاء اسكتلندا لتقديم الدعم. ويأتي الجنوح الجماعي في أعقاب حادثة مماثلة وقعت في يوليو 2023 في جزيرة اللويس، حيث تم العثور على 55 حوتا طيارا جانحا ونجا واحد فقط. قبل أقل من أسبوعين من بدء دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 قامت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاسترا بالسباحة في نهر السان الذي ارتبط منذ فترة طويلة بالتلوث. وأتت خطوة الوزيرة في إطار دعاية تأمل السلطات الفرنسية من خلالها أن تظهر أن النهر نظيف بما يكفي وجاهز لاستضافة مسابقات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس هذا الصيف. وكان برفقتها أليكسيس هانكوينكانت أحد حاملي علم البعثة الفرنسية في دورة الألعاب البارالمبية، وأصبحت أوديا كاسترا أول شخصية سياسية تسبح في النهر. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة. تذكروا دائما بمحبتكم نرتقي وبالأمل نلتقي. نشكر لكم حسن المتابعة بأمان الله.